الله الرحمن الرحيم. زملائي أطباء العظام، أهلا وسهلا بيكم. الحقيقة من الحاجات المهمة اللي احنا شايفينها في العصر الحديث ان وسائل التعليم بقت كتيرة قوي، انما المهم فيها الحقيقة الحاجات اللي هي بتدينا معلومات صادقة وتكون more directed ان هي تبقى للبراكتيكال سايد عن ان هي تكون للاكاديميك سايد. ويمكن ده اللي شجع شركة ايفا فارما ان هي تبتدي البروجكت الجديد بتاع الاورثو اكاديمي، وشجعنا ان احنا نشارك فيه بحيث ان احنا نسجل برزنتيشنز دهيا على متسولتو، وتقدروا انتوا تقدروا تخشوا على الابليكيشن وتقدروا انكم انتوا تريف البرزنتيشنز دهيا، ونجمع بعد كده هون في اخر كل شهر لسبيشاليتي معينه في الاورثو ونتكلم على الحاجات او الحالات اللي احنا اتكلمنا عليها في اول شهر على البرزنتيشنز اللي اتحطت.